نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في محافظة الفيوم. أكدت الحملة الرسمية أن المؤتمر الجماهيري يأتي استكمالا لسلسلة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي لعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين في أنحاء الجمهورية. إن احنا هنوفر الموارد اللي بتستنزف في غير محلها ونرفع بيها موازنة التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ونفرمل غلاء الأسعار ونوفر مزيد من فرص العمل. بنقول إن الانتخابات دي هي الطريق للتغيير، بمعنى إن المصريين لازم ينزلوا ويصوتوا، اللي مقتنع بأي حد من المرشحين اللي موجودين يصوت له، إنما حتة العزوف وعدم النزول أعتقد إن دي مش هتؤدي إلى شيء، بل بالعكس لازم كل الناس تنزل وتصوت. البرنامج بكل تأكيد له ثلاث محاور، محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور سياسي. قبل البرنامج وبعده نؤكد على جميع المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، فهذا التغيير لن يتحقق أبدا إلا بمشاركة حقيقية من المصريين. عليكم أن تذهبوا للصناديق الاقتراع وتطلبوا بأصواتكم حتى يتحقق هذا التغيير الحقيقي الذي نستهدفه.